عثماني وجاء خنوش، شارع عثماني وجاء خنوش، والتغيير ما منوش، والتغيير ما منوش، المؤسسات قائمة، المؤسسات قائمة، والمطالب نائمة، والمطالب نائمة، مؤسسات قائمة، المؤسسات قائمة، والمطالب نائمة، المطالب نائمة، وعلى الجينة واحتجينا، وعلى الجينة واحتجينا، وعلى الحقوق اللي بغينا، وعلى الحقوق اللي بغينا، على الجينة واحتجينا، على الجينة واحتجينا، على الجينة واحتجينا، وعلى الحقوق اللي بغينا، وعلى الحقوق اللي بغينا. وهادشي ماشي معقول، وهادشي ماشي معقول، ولا لا وألفينا، لا لا وألفينا، وعلى حقي ما نتخلى، وعلى حقي ما نتخلى، ولا لا ثم لا، لا لا ثم لا، وعلى رزقي ما نتخلى. معكم عبد الرحيم الظريف، الكاتب المحلي لسيارة الأسرة الصغيرة بنت محمدية، المنضوي تحت النقابة الوطنية، الاتحاد الوطني لسيارة الأسرة بالمغرب. سيارة فرع سيارة الأسرة بالمحمدية. وسي طريق، كنشكر اولا على المواكبه ديالكم الدائمه والمستمره للهموم والمشاكل اللي كيعيشها سيارة الأسرة، وبالخصوص الصنف الثاني بنيت المحمدية. كنشكركم مرة أخرى، شكرا كبير. كيف كتعرف السي طارق بأن بنيت المحمدية كتعيش واحد المشاكل عديدة بزاف، وأزلية وصرمادية كما كيقولوا، اللي ما تلقاتش لها حلول من طرف المسؤولين. ربما واش كاين عدم الإرادة من هاد المسؤولين باش ينظموا هذا القطاع بنيت المحمدية، بحكم أن بنيت المحمدية مدينة صغيرة فيها ثلاثة شوارع، كتعرف التداخل ديال القطاع ديال سيارة الأسرة الوافدة من الكبيرة الصيف أول الوافدة من جميع المناطق اللي كتحط بمدينة المحمدية وتتخدم معنا وسط المدينة. هذه وحدة. كاين الكيران، حافلة النقل العمومي، حديت ولا حرج، ما يفوق 42 حافلة كدور وسط المدينة. بغينا نعرفوا هذيك 42 من جات، وشكون اللي كيخدمها، وكيفاش كتخدم في مدينة المحمدية. وحنا عندنا محطة كيدعوا بأنها ماشي محطة، وهي محطة بقرار بلدي، يعني محطة قانونية. الكار اللي عنده الحق يدير ديبار من المحمدية هو اللي يدخل المحطة، اللي ما عندوش الحق ما يدخلش. دابا ولات واحد الفوضى عارمة في النقل بصراحة في مدينة المحمدية، زيد على لي زابليكاسيون، زيد على التطبيقات الوهمية، زيد على الخطافات التريبورتورات، وهذا شيء كيضر بسيارة الأسرة الصنف الثاني اللي قلت لهم السائقين المساكن ما بقاو كيديو معاهم والو. إلا كانوا المواطنين بصفة عامة كيكتاوه من نار الغلاء ديال الأسعار ديال المواد الغذائية، حنا راه هادوك المازوط تا هو تزاد علينا، لأن المازوط ولينا كان ما كيدي لينا كلشي. راه نكذب عليك إلا قلت لك يقسم معنا، راه كيدي لينا كلشي. هذا هو المازوط، راه حشومة، راه كاع هادشي راه ماشي معقول. وبالتالي حنا كنطالبوا من السلطات المحلية أنها تحمي لينا القوت ديالنا. إلا كان مسألة المازوط ما مسألة وطنية، وراه محليا على المسؤولين ديال مدينة المحمدية يكون عندهم الإرادة وينوضوا ويحاربوا هذه العشوائية في النقل، يحميوا القوت اليومين ديال هذه الفئة العريضة من السائقين ديال سيارة الأسرة الصنف الثاني، لأنهم ما كيطالبوا بشي حاجة غير قانونية، يطالبون بتطبيق القانون. عندنا قرار عميلي كيسري على الصغيرة وعلى الكبيرة، خاصو يطبق على الصغيرة وعلى الكبيرة، ما يطبقش غير على الصغيرة، وحنا كنشوفوها بأنه لا كيطبق غير على الصغيرة، أما الكبيرة تصول وتجول وسط المدينة واللي دوا معاه يعرفك ويتضارب معاك وحشومة. ماشي كاينين مسؤولين أمنيين، كاينين مسؤولين ديال العمالة، مكتب الاقتصادي تحرك ينوضوا ويديروا خدموا خدمتهم، كاين الباشا، كاين سيد العامل اللي كنطلبوا بأنه ينوض يتحرك بصفته هو المسؤول الأول على مدينة المحمدية. راه ماشي مسؤول يجي للمدينة ويسد عليه بابه ويخلي المدينة عشوائية، وهذا هو الدور ديال المسؤول ملي كيجي لواحد المدينة، خصو ينوض يخدم يبين. حنا ما بغيناش، حنا كاع كنقولوا لقاءات ولا هذا حوار ولا شي، لا ماسي كاع ما تعيط علينا، ولكن تبان على ارض الواقع. حيت ارض الواقع حنا كنشوفوا يسوء يوما على يوم بنيت المحمديه، وهذا الشيء اللي كاين. هذا هو المشكل اللي عندنا بالنسبه للمشكل اللي هو مشكل وطني اللي كيعرفوا جميع المغاربه، هو الارتفاع المهول ديال الغاز. نعم. ثم كان مهنيا
واش ما كيقيسوش هذا الارتفاع ديال الغازوال؟ حنا بالنسبه راني قلت لك في الاول انه ولا كيدينينا رزقنا ماشي حتى كيقسموا معنا، كان من زاد واحد جوج دراهم في الاول كان كيتقسم معنا، دابا ولا كيدينينا رزقنا بصراحه. راه كاين الاخوان اللي كيمشي طويل، راه يمكن لك انا ما متسوني سير ادور هاد المهنيين من غير اليوم ومن غير وقول وسول انت تسي طريق راك ولد المحمديه وكتعرف الناس السائقين ديال سيارة الكوزر الدور دا دانينا رزقنا المازور، وبالتالي حنا كنقابات نطالب بتسقيف السقيف ديالو هذا، والا الغازوال المهني عندنا غازوال على غير البحريه حتى هما عندهم غازوال المهني يديروا لنا حنا غازوال، حتى حنا راه فئه عريضه راه فئه هشه فئه هشه ما عندهاش، وسيتو السائق المهني وكنكرر كنسطر على السائق المزاوي اللي كيكسب على البيرميت كونفيونس ديالو كيخدم نهار وبريك نهار يدا مع 70 درهم 700 بالله عليك اش غدير ليه؟ نتحدى شي واحد يعيش ب 70 درهم في يومين، نتحدى شي واحد يقول لي نقدر نعيش ب 70 درهم في يومين، يعيشها بالصبر يكملها بكريدي. راه عندهم دراري وليدات في المدرسه، راه عندهم الكرا عندهم الضوء عندهم، وبالتالي حنا نطالب بان الدوله اما تثقف هذا الغازوال ولا تعطي دعم ديال السائق الغازوال المهني، هذا هو اللي ماشي هذا الدعم اللي كيعطيو، هذا ماشي دعم كنسميه صدقه كتصدق بها الدوله على السائق المهني اللي اغلبيتهم ما توصلوش بها، اغلبيه السائقين هاد الدعم اللي كيقولوا هما وبين قوسين وانا كنعتبره صدقه ما توصلوش بها اغلبيه شيء فئه عريضه وما توصلوش بها، ها هو قال لك واحد بواحد فيهم بالتالي باش نتفاداو هاد المشاكل وباش يتفادى الدوله مني باغت اهم ديالها على السائق المهني ديال سياره الاسره يودي الغازوال المهني، راه عنده بيرميت كوم يجي يدير يمشي يدير بالثمن اللي محدد الدوله ومسقفه الدوله. هذا الشيء اللي كيبقى الغازوال غادي في ارتفاع، واش انتم كمهنيين ما غاديش على المواطن؟ شوف حنا ما بغيناش ندخلوا في مواجهه مع المواطنين، الله يكون في عونه المواطن، ولكن ما يدفعوناش باننا ندخلوا في مواجهه، ما دفعناش الدوله، وبالتالي هذا الشيء علاش كنقولوا حنا عطيونا الغازوال المهني ولا سقفوا الغازوال بواحد الثمن اللي يستافدوا منه المواطن كامل، حنا كمهنيين وشويه بعد ولكن الا بقاو غاديين بهذه الارتفاعات راه غيدفعونا باننا غنزيدوا على المواطنين، راه بطبيعه الحال راه ما يمكنش تبقى خدام لا قبل المازوط ولا قبل الروسيطه، راه كنهضر الناس كنسطر عليها دائما السائق المزاوي، لا ما هو مستغل ما هو مول الكريمه، يزاول كيكسب هذاك البيرميت كونفيونس اش كيدير ولادو، راه الناس كتعاني بواحد الشكل كبير، راه كتعاني في الصمت، وبالتالي مدينه المحمديه كسياره الاجره كتنسيقيه محليه فيها ثلاثه النقابات كتستنكر اليوم هذا الغلاء ديال المحروقات وكتستنكر هذه العشوائيه ديال النقب في مدينه المحمديه، هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم وتحيه لكم. واخا بالنسبه لكم قلنا كطالبوا بالتسقيف ديال الغازوال اولا للحكومه هذاك الغازوال المهني، هذا راه كان مطلب حكومي منذ البدايه ديال انهم عيدوا على صندوق المقاصه وقالوا على انهم غيسقفوا، واش كتنتظر فعلا من هذه الحكومه اللي هي حاليه هي اللي مكلفه بهذا الشيء ديال المحروقات وهي الشركه المستفيده، رئيس حكومه هو صاحب الشركات المستفيده من هذا الارتفاع ديال الاسعار ديال المحروقات، واش كتنتظر منه فعلا على انه غيسقف ليه؟ انا بالنسبه لي رايي الخاص، رئيس حكومه ديال في اي دوله ولا اي بلاد ما خصوش يكون راس ماليه واحد ان بيزنس مان كما كيقولوا، خليه يدير واحد اللي باغي يخدم البلاد اللي عنده الهم على المواطن، ما واحد عنده الهم غير على الشركات ديالو، غير هذا هو المصير وغادي نشوفوا مازال اكثر شي حوايج اكثر، وبالتالي حنا نستنكر هذا الشيء اللي كيوقع بالنسبه لنا الحكومه، الا كانت حيدت الدعم من صندوق المقاصه على المحروقات وراه هذا لحاجه في نفس يعقوب، راه هذا الشيء علاش باش هما يستافدوا وهما يبقاو يبيعوا باش ما بغاو يتحكموا في المحروقات، لان لوبي باعوا المواطن، المواطن راه مبيوع شحال هذه من نهار طلعوا الحكومه، هذه الحكومه طلعت وبركات كتدير راه تباع المواطن، وبالتالي شوف وبالتالي تالي على الحكومه تحمل المسؤوليه ديالها، تحمل المسؤوليه ديالها وتوفي بالوعود ديالها في الحمله الانتخابيه ديالها، لان راه غتعاون الدرويش بانه 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 هادشي بقاو شعارات فضفاضه، وبالتالي راه التاريخ غادي يحاسبهم والمواطن غيحاسبهم، وغدا راه بعد غدا راه كاين الانتخابات راه غيتحاسبوا، بالتالي بارك علينا من هاد المزايدات وهاد المغالطات كتغلطوا في المواطنين وكتنهبوا في جنوب المواطنين بارك بزاف.